طيب، أول استقالة في الجهاز الفني كانت كابتن وائل جمعة، وللأسف هي أعلنت من خلال منصات السوشيال ميديا. كنا نتمنى إن هي تعلن في اتحاد الكورة، أو اتحاد الكورة يطلع بيان. وقبلها كان كيروش أيضا في المؤتمر الصحفي قال خلاص أنا ماشي يا جماعة. يعني رؤية حضرتك للكلام ده، وهل في قرار باستكمال كيروش لإدارته الفنية لمنتخبنا الوطني؟ والله يا مهم، احنا طبعا خلصنا الماتش في ساعة متأخرة من الليل، وما كانش في وقت ان احنا نقعد ونتكلم في اي حاجة من الامور بتاعت الجهاز من استمراره ومن عدمه. طبعا زي ما قلت حضرتك خلصنا الماتش متأخر بالليل، رجعنا على الاوتيل، خدنا حاجتنا على المطار، اتحركت الطيارة الساعة 3 بتوقيت دكار. وصلنا هنا الساعة 2 الظهر، ما كانش فيه، عشان الناس اللي قالت مجلس إدارة قعد واجتمع وقرر، والله ما حصل أي حاجة من هذا الكلام خالص. مش إلا القعدات الجانبية في الطيارة طبيعي عارفينها، ولما نزلنا في المطار قبل ما نركب الطيارة هناك كل واحد فينا قاعد جنب الثاني بكلمتين كده على السريع، إنما ما فيش قرار معين صدر لغاية هذه اللحظة. يعني عشان أكون صريح معاك، يعني حتى موضوع الاستقالة بتاعت وائل جمعة احنا كلنا سمعنا بيها زينا زيك السوشيال ميديا، ما فيش حاجة وصلتنا رسمي، خصوصا ان احنا بمجرد ما وصلنا مطار القاهرة كل اللي راح على بلده، اللي راح على سوهاج، واللي راح على الدوحة، واللي مسافر على الأردن كده يعني. تمام. طب الفكر ايه؟ التواصل ايه؟ الهمسات ايه؟ اكيد اكيد اكيد، يعني مجلس الإدارة هيجتمع قريب خالص وهيعمل الحاجة اللي فيها صالح الكرة المصرية. يعني ما فيش حد بيتصرف تصرف عكس مصلحة الكرة المصرية. طيب، لما يطلع أعضاء مجلس الإدارة ويقولوا إن في كلام على استمرار كيروش، يبقى في كلام، يبقى في موضوع، يبقى في محادثات. لا، هو في الشق العادي بتاع إن أنا راجل مشجع عادي مصري زيك، ممكن اقول رايي في اي قاعده، في اي مع اي حد، ان انا مثلا شايف ان كروش اجاد في كاس الامم الافريقيه، شايف ان هو المباراتين بتوع السنغال تعامل معاهم بمهنيه شديده، اقول رايي انا، انما مجلس الاداره له هو صاحب الراي الاول والاخير. لما يقعد مجلس الاداره ويتفق على ان كروش يمشي او كروش يقعد او سين من الاسماء هو اللي يتولى الاداره الفنيه الفتره اللي جايه، تاكد ان هو قرار اكيد حيكون مدروس تماما وما فيهوش اي هوى او اي مجاملات او اي شيء.